مشاهدينا في كل مكان مساء الخير واهلا بكم ولقاء جديد وبرنامجكم طعم البيوت. كل سنه وانتم كلكم طيبين، رمضان كريم علينا كلنا ان شاء الله، وبنتمنى ان هو يكون كل امنياتنا متحققه في هذا الشهر الفضيل، وربنا يتقبل مننا صلاتنا وصيامنا وزكاتنا ان شاء الله. طبعا النهارده عايزين نقول لكم ان احنا في كل يوم من ايام رمضان هنقدم لكم حلقه ليها مضمون محدد وليها عنوان محدد. النهارده بنقدم لكم حلقتنا تحت عنوان كتر خيرك، كتر خيرك لاي حد بيمد ايد المساعده، سواء اذا كان فرد، سواء اذا كان جماعه، سواء اذا كانت مؤسسه حكوميه او المجتمع المدني. وده اللي احنا هنقدمه النهارده، يمكن بالتحديد هنتكلم عن مجمع البحوث الاسلاميه اللي بيقدم كتير قوي من المبادرات اللي بتكون مهمه جدا ومفيده لكل ابناء الشعب المصري. النهارده بنقول لهم كتر خيرك، وهنعرف تفاصيل كتير من المبادرات من خلال حلقتنا النهارده. تعالوا مع بعض نبدأ حلقتنا وأغنيتنا والله بعودة يا رمضان. تعالوا مع بعض في حلقتنا النهارده. فطارك عندنا هو طبعا فطارك عندنا مش فطار بقى الصبح، لا فطار رمضان. هو هنقدم لكم في كل مره حاجه خفيفه ممكن يبقى ليها علاقه بشهر رمضان الكريم، لكن في الاساس ان هي زي ما تعودنا دايما انها تكون حاجه صحيه، ويعني يبقى ليها فوائد اكتر من خلال المقادير اللي احنا بنقدمها. احنا النهارده هنعمل لكم كنافه بالمهلبيه والتمر، يعني هنجمع الاثنين مع بعض. والمقادير عندنا حاجات كلنا متعودين عليها وعارفينها. عندنا الكنافه بتاعتنا مش هندخلها الفرن، احنا الكنافه بتاعتنا اللي هي الكنافه متقطعه ومتحمره. هنعمل المهلبيه طبعا بتاعتنا التقليديه، لكن مش هنحط عليها سكر، هيبقى عندنا النشا واللبن بس، لان احنا هيبقى عندنا السكر معمول سكر الشربات زي ما احنا برضو عارفينه، بيبقى كوبايتين سكر وكوبايه ميه والليمون والفانيليا. ويعني عندنا برضو التمر بقى، وهو البطل الاساسي بتاع يعني مقاديرنا النهارده. الكنافة زي ما احنا شايفين مع بعض متحمرة كويس قوي. طبعا المقادير اللي احنا هنقولها دلوقتي هي بتعتمد، يعني الفكرة الأساسية ان احنا عايزين كنافة بالتمر، لكن دايما بنقول لكم اللي يحب يضيف اي حاجة او يغير في المقادير ممكن يعملها. يعني مثلا دلوقتي احنا بنحط السكر، ممكن مثلا حد يحب يحط عسل ابيض صافي، ده برضو ممكن يبقى لطيف قوي. يبقى طبعا بمقادير قليلة، لان احنا بنقول لكم السكريات كتير مش كويس، والتمر نفسه هيبقى مسكر، فمش عايزين نكتر في السكر، ناخد الحاجات المناسبة. العسل طبعا هيبقى صحي وطعمه لطيف للي بيحبه، لكن طبعا الشربات برضو من الحاجات الجميلة جدا، وممكن أغير نكهتها سواء إذا كان بالفانيليا أو بمية الورد. عندنا بقى دلوقتي كاس التقديم، ممكن بقى نحط بأي طريقة احنا عايزينها، عايزين نحط في طبق كبير، نحط في طبق غويط، لكن احنا بنحاول طبعا نعمل شكل جمالي. احنا عارفين طبعا الحاجات دي ممكن تكون ان هي لطيفة تفتح النفس، ممكن نكرر نفس الشكل ده زي ما احنا شايفين مع بعض. نحط بقى ايه، ممكن نحط المهلبية طبقات، يعني ممكن نحط الكنافة وبعدين نحط طبقة مهلبية. التمر بقى ممكن نختار حاجة من اتنين، يا اما نحطه في النص يا اما نجمل بيه الوش، بس ده برضو ايه على حسب يعني حبنا لكمية التمر اللي موجودة. الكميات دي طبعا احنا بنبقى متحكمين فيها، ممكن نحطه من جوه زي ما احنا شايفين مع بعض، وبعدين نحط كنافة تاني، ممكن نعملها طبقات عديدة جدا. في بقى ناس بقى بتحب ان هي تحط نوع من انواع الفواكه، تحط فراولة، تحط مانجا، كل ده طبعا ممكن التعامل معاه. شايفين مع بعض، نوزع الكنافة كويس كده داير ما يدور، نضغطها حاجة بسيطة، نملى الفراغات. شايفين مع بعض، بعدين نحط تاني المهلبية بتاعتنا. طبعا برضو في ناس بتحب المهلبية تكون دسمة، ممكن نحط لها واحنا بنسويها نحط لها قشطة، نحط لها كريمة لباني، بتخلي طعمها مختلف وجميل جدا. نوزع الكريمة زي ما يدور كده. احنا بقى طبعا اخترنا التمر على اساس ان هو فيه فوائد متعددة هايل طبعا، و
نغير في الشكل التقليدي لأكله، سواء إذا كان مثلا بناكله في خشاف، في ناس بتحب تاكله كده، ناكله مع الزبادي، اللبن الرايب، كل الحاجات دي بتبقى لطيفة جدا. احنا المرة دي بنحطه زي ما احنا شايفين مع بعض في المهلبية، كنافة بالطمع. ده الشكل النهائي للطبق بتاعنا، شايفين ان هو بسيط وسريع، وزي ما قلنا ممكن نزود ونحط فيه حاجات كتير. وزي ما قلت لكم احنا طبعا بنختار العناصر الغذائيه المهمه جدا، التمر. التمر ده طبعا من اقدم الحاجات اللي معروفه، الثمار المعروفه في كل التواريخ وفي كل الاماكن، له فوائد صحيه كتيره جدا. بنرجع معاكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وزي ما شفنا فوائد التمر وتاريخه الطويل، وبيعتبر من أعرق الثمار اللي كل الحضارات تقريبا القديمة عرفتها. وزي ما شفنا طبقنا النهاردة خفيف وسريع، وكان التمر هو البطل الرئيسي فيه. وأنواع التمر طبعا عديدة عندنا في مصر كتيرة جدا، نحط أي شكل تمر إحنا بنحبه. تعالوا مع بعض دلوقتي نكمل تقاريرنا. وزي ما إحنا عارفين إن الإنشاد الديني من الحاجات المحببة جدا في الشهر الكريم، بنحب كلنا نسمعها. نشوف التقرير مع بعض ونرجع نستقبل ضيفنا. معكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وزي ما قلنا النهاردة وإحنا بنقول كتر خيرك، بنقولها لمجمع البحوث الإسلامية اللي كان بيعمل نشاطات دينية جميلة جدا، الناس كلها كانت بتحبها في مواسم عديدة ومنها شهر رمضان الكريم. لكن النهاردة السنة دي هيبقى في اختلاف شوية، يمكن علشان الظروف اللي إحنا فيها، الظروف الصحية اللي العالم كله فيها. هنتعرف على تفاصيل أكتر من خلال ضيفنا النهاردة اللي بيشرفنا، الدكتور محمد سيد ورداني، مدير المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية. أهلا بيك معنا، وكل سنة وحضرتك بخير. أنا وحضرتك بخير إن شاء الله. دكتور محمد، خلينا نبدأ بالنشاط التقليدي اللي كان مجمع البحوث الإسلامية معتاد عليه في كل عام، والمشاركات اللي كان بيحب يقدمها للجمهور أثناء شهر رمضان المبارك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحقيقة احنا كل عام كنا بنستعد لشهر رمضان استعداد مختلف تماما عن بقية الشهور، نظرا لطبيعة هذا الشهر وارتباط الناس فيه بمناسبات عظيمة جدا. فكان كنا بنعتمد في كل عام في شهر رمضان على اللقاء المباشر، سواء من خلال تنظيم أمسيات دينية، سواء من خلال تواجد الوعاظ وواعظات الأزهر الشريف بين الناس بشكل متنوع، سواء في المساجد أو في أحيانا برضو مراكز الشباب والنوادي ليلا، سواء من خلال تواجدهم أيضا داخل المجمع وعقد مجموعة من الحوارات النقاشية واللقاءات الدينية، لكن طبيعة الظروف اللي هي بيمر بها العالم كله طبعا اضطرينا ان احنا نغير الخطة الاستراتيجية بتاعتنا في هذا العام، وان احنا نتواجد، يعني ما نحسسش الناس ان هم ناقصهم حاجة في شعائر هذا الشهر. صحيح. لهذا العام فتواجدنا بشكل الكتروني بشكل كويس جدا ونوعي يقرب للناس كل هذه الأنشطة وهم متواجدين بدون ما يختلطوا، بدون ما حد يتعرض لأي نوع من الخطأ. طب اشرح لي يا دكتور محمد، يعني من خلال الموقع، من خلال موقع المجمع مقدمين ايه؟ الاتصال يكون ازاي؟ هل هو من خلال موقع الالكتروني فقط ولا في اتصالات هاتفية؟ النظام السنة دي هيكون ايه؟ احنا انطلقنا من خطة المجمع هذا العام من 4 محاور مهمة. يمكن المحور الأول وهو اللي بيهم ناس كتيرة جدا وهو محور الفتاوى. الخدمة دي ناس كتيرة جدا بتنتظرها، خصوصا في هذا الشهر طبعًا الفضيل، سواء ما يرتبط منها بأحكام الصيام أو سواء ما يرتبط بكل الأمور الحياتية المرتبطة بحياتهم، والزكاة والصدقات فكان المحور ده حبينا ان احنا نطلع اولا بفتاوى مرئية لأعضاء لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر والتي تتبع مجمع البحوث الإسلامية. نزلنا بشكل مختلف لوعظات الأزهر إن هم لأول مرة يظهروا معنا بفتاوى صوتية على صفحة المجمع. انطلقنا من واقع
فتحنا الباب اكثر للفتاوى الالكترونيه. احنا نستقبل يوميا ما يقرب من 100 فتوى الكترونيه عبر الموقع الالكتروني المجمع اللي متواجد على بوابه الازهر الالكترونيه. تمام. زودنا الموضوع هذا عام، فقلنا ان احنا نستقبل فتاوى بشكل اكبر نظرا لظروف اغلاق اللجنه الرئيسه بالجامع الازهر. فبيجينا يوميا فتاوى كثيره جدا بيتم الرد عليها بشكل يومي. على هل تم ضخ عدد اكبر من يعني اللي هيقدموا الفتاوى في هذا المجال؟ لان طبعا لما اتقفل بعض الابواب اللي كان فيها احتكاك مباشر خصوصا مثلا لدى الشباب اللي بيبقى عندهم اهتمام كبير ببعض التفاصيل الدينيه، فكده هيبقى الضغط كتير قوي، فهتعوضوا الضغط ده ازاي؟ بالفعل احنا حولنا كل اعضاء لجنه الفتوى اللي بتشتمل على مجموعه متميزه جدا من اساتذه الجامعه متخصصين في جوانب الفقه والفتوى واصول الفقه وغيرهم، حولناهم كلهم ان هم يتحولوا للاجابه الالكترونيه فقط، لان خلاص ما بقاش في اتصال مباشر في اللجنه الرئيسه. لكن ما فيش تليفونات كمان؟ لا في تليفونات بنستقبل. بنستقبل تليفونات، لان يعني مش كل الناس ممكن ان هي يعني انا قصدي ان هتلاقي ناس كتير قوي ممكن يكونوا مفتقدين فكره الاحتكاك المباشر وان هم يسردوا بعض التفاصيل او بعض الحالات الخاصه، فممكن تكون التواصل الالكتروني صعب عليهم. بالظبط. خلينا اقول لحضرتك ان مجمع البحوث الاسلاميه كهيئه بحثيه متميزه جدا، لجنة الفتوى لها يعني تاريخ عظيم في المجمع، وبالتالي ثقة الناس في مجمع البحوث الإسلامية ثقة مهمة جدا، لدرجة ان احنا بنستقبل فتاوى كتيرة جدا من خارج مصر، واحيانا بنستقبل بلغات اخرى زي اللغة الإنجليزية وبيتم ترجمتها والرد عليها. تمام. ثم إعادة ترجمتها للإنجليزية مرة اخرى وارسالها للسائلين. دايما حتى يعني داخل المجمع فيه مجموعة من اللجان العلمية متميزة جدا، ومنها يمكن لجنة البحوث الفقهية اللي هي تصدرت لإصدار بيانات كثيرة جدا في خلال أزمة كورونا الفترة اللي فاتت، سواء ما يتعلق بوجوب صيام رمضان بالاستعانة ببعض الأطباء ومتخصصين من منظمة الصحة العالمية، سواء ما يتعلق بصلاة التراويح أصدرنا فيها بيان خلال لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع، سواء ما يتعلق بانتقال العدوى وحالات التنمر التي حدثت للأطباء مؤخرا. صحيح. أثناء تواجدهم مع الناس. كل هذه القضايا المهمة يعتبر مجمع البحوث الإسلامية من أهم الجهات داخل الأزهر الشريف. صحيح. المنوطة بالرد على هذه القضايا التي تحتاج إلى آراء مختلفة ومتنوعة وقوية للرد عليها. طب خلينا واحنا بنتكلم عن، بما ان احنا ذكرنا كورونا، اكيد طبعا في تحول شديد وكبير هذا العام لدى طبعا يعني الشعائر الرمضانية من صلاة تراويح، ومن فكرة بعض الناس اللي قرروا ان هم ممكن يعملوا صلاة جماعة في بعض الاماكن الخاصة بيهم، اللي عايز مثلا بيفكر هو يعملها فوق السطوح او بيفكر هو يتجمع مع الجيران في مكان عوضا عن المساجد. طبعا كان في كلام وكان في رد كتير على. صحيح. هذه الأفكار وهذه القرارات، وأكيد اتبعت ليكم وتسأل مدى صحة ومشروعية بعض هذه الأفكار. صحيح. فكان الرد إيه؟ في الحقيقة لما أثير موضوع صلاة التراويح وإحنا لما لجنة الفتوى اجتمعت في هذا الأمر وأصدرنا بيان بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، لأن صحة الإنسان مقدمة طبعا على التواجد في المساجد، فكان لابد أن احنا نقدم بديل للناس. الناس دلوقتي بتسأل، طيب أنا أصلي ورا التلفزيون أو ورا الإذاعة عشان خاطر أحس بشعائر رمضان وأحس بروح رمضان. فأنت مش هتقدر تخالف النص أو القواعد الفقهية. صحيح. أو آراء الفقهاء. صحيح. مقابل أنك ترضي الناس، لكن لازم تقدم لهم بديل. فقلنا لهم يا جماعة أن ما ينفعش ردة لجنة فتوى وطلعنا بيان رسمي بالقصة دي، أن هو لازم عشان خاطر تصلي ورا التلفزيون والمذياع لازم يكون في اتصال مكاني بينك وبين المأموم، وما دام ما توفرش الاتصال المكاني فالفقهاء قالوا ما ينفعش الصلاه في هذه الحاله تبقى باطله. ده كان كلام قديم كمان يا دكتور، لان فكره السؤال ممكن واحد يصلي جماعه مع التلفزيون او الاذاعه. ده كتير اساله فيها من قبل كورونا. فعلا، وطرح بقى في صلاه الجمعه لما توقفت صلوات الجمعه. بالزبط. فطلعنا نفس البيان في هذه القصه، اعيد الموضوع مره اخرى في صلاه التراويح، فقلنا ان احنا من باب اولى اذا كانت اصلا صلاه الجمعه كفرض. صحيح. قلنا لا يجوز فيها الصلاه ورا المذياع
التلفزيون، فمن باب أولى صلاة التراويح وهي صلاة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صليها في بيتك مع أهلك. حتى نوهنا ونبهنا الناس، اجمع أهلك واختار يعني مكان في بيتك حدده للعبادة بالضبط. ويعني هي حتى يعني هذه الصلاة كتير جدا حتى في وقت عدم وجود أزمات كان كتير جدا بيفضل أنه يصليها في بيته، ويصلي جزء منها في المسجد ويصلي جزء في البيت حتى يرتبط بأهله ويجمع أهله على هذا الثواب. يعني يوزع، يبقى أهل بيته له نصيب من هذا الثواب، وده شيء مهم وجميل جدا. فكان ده رد عشان خاطر تيسر للناس، توفر ليهم أن هم يمارسوا هذه الشعائر بشكل طيب. أيضا كان قضية افتقاد للناس لحلقات التحفيظ القرآن الكريم وللدروس التوعوية، فقلنا أن احنا نقرب لهم الأمر ونقدم لهم يعني خواطر دعوية من خلال وعاظ وعظات الأزهر الشريف، تم تسجيلها قبل الشهر الكريم ونقوم بنشرها بشكل يومي. بالإضافة إلى أن احنا بدأنا سلسلة مهمة جدا اسمها سلسلة بأخلاقنا نرتقي للأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية دكتور نظير عياد. كل يوم بيبقى في حلقة بياخد خلق من الأخلاق، بدأنا بالصدق، وهنا بعدها هيكون في خلق الاعتذار وثقافة الاعتذار اللي تغيب عن كثير مننا في بيوتنا وفي شوارعنا وفي شغلنا. صحيح. أيضا وعظات الأزهر كان لهم تواجد كويس هذا العام. طبعا مهمة جدا عايزين نتكلم عنها، لأن احنا يعني فعلا بقالنا عدة أعوام شايفين نشاط ملحوظ وكبير لوعظات الأزهر، وكنا من زمان بنطالب بيهم لأن كان في احتياج كبير جدا لوجودهم على الساحة. يعني الاحتياج ليهم خصوصا من جانب السيدات والفتيات كانوا محتاجين ليهم جدا. فنقول نصيبهم إيه هذا العام؟ هيكونوا متواجدين ازاي؟ اهم القضايا اللي بيتم تحويلها ليهم، هل هم يعني بيتم الدخول على مواقعهم بشكل مباشر، او بيتم سؤالهم بشكل مباشر، ولا الاسئله بيتم وضعها وبتحول ليهم؟ بالفعل هو احنا يعني قضيه ان انت تطلع كلمه لجمهور يتبعك بالملايين بره لابد ان تكون دقيق. ولذلك عشان نصدر، يعني احنا ما كناش عايزين نصدر الوعظات الا لما نؤهلهم تاهيل الكافي جدا، فعملنا ان احنا دربناهم تدريب كويس جدا داخل لجان الفتوى، عملنا لهم ورش عمل داخل المجمع، استدعينا بعض الخبراء حتى في مجال الاعلام. انت ازاي تتعاملي، ازاي تكون عندك فن تواصل مع الجمهور، ازاي يكون تقدري تقنعيه بالمعلومه اللي عايزه تصدريها. اي احتكاك بالجمهور لازم يكونوا واخدين كورسات طبعا خاصه بهذا المجال. بالظبط. اشتغلنا عليهم على جانب تواصلي، على جانب شرعي، على جانب صناعه الفتوى نفسها، ازاي تصنعي الفتوى، ازاي تردي على، ازاي تختلف الفتوى لنفس السؤال من شخص لشخص اخر. صحيح. طبعا كان في احتياج جدا ملحوظ للوعظات في جانب الفتاوى بشكل خاص جدا، خصوصا الفتاوى المرتبطه والاسئله المرتبطه بالسيدات، واحيانا بيستحوا ان هم يذكروها للرجال. صحيح. من المفتين. فطبعا صدرناهم في فتاوى مرئيه على صفحه المجمع. جميل. على الفيسبوك وتويتر وتليجرام وعلى الويب سايت بتاعنا على بوابه الازهر، صدرناهم في هذه الفتاوى بشكل كويس. أيضا عشان نعوض ربات البيوت في المنزل واللي هم موجودين في بيوتهم، فقلنا عملنا مجموعات عمل إلكترونية من خلال برامج مثلا زي زوم واتساب، وبدأنا ننشر لهم الأرقام الجروبات اللي بيدخل على الناس. بالفعل عليها التواجد كويس جدا والناس بتنضم ليها. هل عددهم زاد هذا العام؟ عدد لا هو مش عددهم، هو العدد يمكن كان آخر مسابقة زاد فيها العدد بسيط، هم عددهم يعتبر يعني مش كتير قوي، لكن بنتكلم على الفاعلية بقى. يعني أنا ممكن يكون عندي واعظة واحدة فقط ما شاء الله متمرسة ومتدربة وقوية، يكفيني إنها تقوم بدورها وتصل لجمهور كبير جدا أفضل من 20 أو 100 واعظة غير مؤهلة لهذا الأمر. هم عددهم فقط بيزيد على 200 واعظة، ونأمل إن شاء الله خلال الفترة الجاية أن يكون في فرصة أن احنا نزود أكتر في عدد الوعظات عشان نوصل لأكبر عدد من الجمهور. جميل. في كل المحافظات. طبعا ده مهم جدا. أيضا عملنا عشان في المناطق اللي هي يعني في احتياج شديد جدا لوجود الوعظات في بعض المناطق الريفية الغير حضرية اللي بيبقى فيها بعض العادات والتقاليد والسلوكيات المخزية اللي مربوطة بالدين الإسلامي، ولازم يبقى للوعظات تواجد في هذه الأماكن عشان يكلموا مع السيدات بحرية. بالظبط. هم تواجدوا فعلا حتى في المناطق النائية، يعني احنا طلعنا قوافل توعوية وجهناها لمناطق نائية
رحنا ابو رماد ورحنا اماكن بعيده جدا متمرمه الاطراف، وراح فيها الواعظات لاول مره انهم يطلعوا اماكن صحراويه مع القافله. وحسيتوا بقى باحتياج السيدات في هذه الاماكن؟ خصوصا مناطق البدو اللي هم ما بيوصلش لهم اي نوع من الدعاء. هو ممنوع عليهم ان هم حتى لو في دعاء ممنوع على السيدات الاحتكاك. بالظبط، هو حضرتك حتى مهما كان الاتصال الالكتروني له فعاليه وله تاثير، لكن الاتصال المباشر أكيد. طبعا أكيد. بيكون مؤثر بشكل أكيد. كبير جدا. فحتى يمكن احنا نشرنا كتير جدا على صفحاتنا على السوشيال ميديا صور الواعظات وهم بيلتقوا باهل البدو من السيدات، وبيلتقوا بالسيدات في بيوتهم، وناس بسيطه جدا محتاجه حد ادنى صحيح. من المعلومات. صحيح. ايضا حتى عملنا لهم يمكن غرف او مجموعات الكترونيه لتحفيظ القران الكريم واقرائهم بشكل صحيح، عشان يستخدموا ده في بيوتهم مع اولادهم، حتى الازواج مع زوجاتهم، كل واحد يكتفي بهذا، يعني يقدر يدير بيته تمام. بشكل جيد جدا ومن خلال او من غير ما هو يختلط بين الناس وغير ما يتعرض لاي نوع من المخاطر. ده كلام جميل جدا، ده كلام جميل جدا. تمام. نرجع تاني دكتور محمد لفكره التوعيه، وان التوعيه الخاصه بكم ممكن او اكيد هي مرتبطه بمجالات متعدده. خلينا نتكلم على التوعيه ببعض الاشياء اللي لها علاقه بجائحه كورونا. انتم ما اكتفيتوش فقط بان انتوا تتكلموا فيما يخص الصلاه او الجماعه وما الى ذلك، ولكن قدمتوا حملات توعويه حول هذا الموضوع. بالفعل اول ما حدثت الازمه ولقينا نفسنا كجهه مسؤوله لها دور لازم تقوم بيه جدا، خصوصا الناس بتثق في الازهر بشكل قوي وتتاثر بكلام القائمين عليه، وبالتالي نزلنا مجموعه من الحملات التوعويه. يمكن بداناها بالمسؤوليه المجتمعيه تجاه الازمات، وان كل شخص مسؤول في مكانه، وكل واحد ليه دور لازم يقوم بيه مهما كان مكانته. عملنا حملة أيضا عن صحتك أمانة حافظ عليها، ودعينا الناس أن الدين الإسلامي ويمكن جميع الشرائع السماوية بتدعو إلى الاهتمام بالصحة والحفاظ عليها والحفاظ على هذا بنيان الإنسان اللي ربنا طبعا قدره جدا. أيضا عملنا حملة تانية باسم النظافة من الإيمان، كانت برضو بتبين أهمية النظافة في هذا الشرع الحنيف، وإن إزاي تكون نظيف في شخصك ونظيف في بيتك ونظيف في عملك وفي الشارع وفي كل مكان أنت بتتواجد فيه. عملنا حملة مهمة أخيرة جدا سميناها كونوا لهم عونا، وهذه الحملة كانت بتستهدف دعم الأطباء والعاملين في القطاع الصحي بعد الأعمال اللي هي رفضها المجتمع قلبا وقالبا مؤخرا تجاه بعض الأطباء في الشوارع، لأن كان جالنا برضو بعض الأسئلة كتيرة جدا من بعض الأطباء ان احنا بننزل الشارع، الناس بتهبنا بتتعامل معنا بشكل ان احنا هنتعدي، وان احنا ما بنعرفش نركب مواصلات، لما بنركب مواصلات الناس معنا بتنزل احيانا ويحسسونا ان احنا فينا حاجه مش كويسه. فطبعا هم حائط الصد يعني بالظبط في ظل ان هذا الجيش الابيض يعني وما يقوم بهم دور يعني كتير جدا اللي هم بيعانوا الاطباء والطبيبات اللي في بيوتهم بيعانوا مع اهلهم، ان هو جاي من مستشفى بيحاول ياخد كل اجراءاته الاحترازيه ومعرض نفسه للخطر، واهله ممكن يتعرضوا للخطر، فما ينفعش يكون رد الجميل ليهم بالشكل صحيح. ده صحيح صحيح. لا لازم نكون احنا يعني نقف معاهم وقفه قويه جدا نساعدهم ندعمهم حتى ولو تمام. بكلمه واحده. تمام تمام. احنا هنطلع مع بعض تقرير دلوقتي برضو واحنا بنتكلم عن شهر رمضان الكريم، ويعني من خلال التقرير هنعرف بعض الافكار المهمه جدا المرتبطه بهذا الشهر، ونرجع تاني نكمل كلامنا مع ضيف.
والله المبادرات اللي بتقوم بيها الجمعيات الخيريه والناس المقتدره في الاماكن الشعبيه دي طبعا حاجه كويسه جدا، وكل الاديان بتحس عليها وخصوصا في شهر رمضان دوت. لكن برضو في الظروف دي اللي هو بيعمل مائده مائده للصائمين ممكن يتبرع بنفس الفلوس برضو للناس الفقيره والناس اللي هم العمال اعمال اليوميه. يعني لو واحد كان بيطلع عمره كل سنه ولا حاجه المفروض الفلوس اللي ما كان هيطلع بيها العمره ديت يتبرع بيها للناس ديت عشان ربنا يبارك له في صحته واولاده ويكرمنا ويشيل الوباء ده من مصر. فيعني الناس تقدر تساعد في قنوات شرعيه للكلام ده اللي هي الجمعيات الخيريه والحاجه بتوصل للناس لحد عندها. يعني انا شفت حاجات كثيره قوي اتعملت على يعني للمجتمع المدني عموما، يعني مش مرتبطه بجمعيات معلنه، اشخاص يعني بداوا يجمعوا من بعض يعملوا شنط رمضانيه من قبل رمضان على فكره، والناس بتعمل حاجات زي كده علشان طبعا الازمه اللي احنا فيها وفي والجيران بقت تسال على بعض. دي حاجه برضو عارفه يعني بقينا بنشوفها برضو، بقت الجيران تحس ببعض اكتر، يعني بتقدري تستشفي كده هو محتاج او مش محتاج. احنا كلنا مع بعضنا ايد واحده وبنقف مع اي حد محتاج، حتى لو احنا يعني مش مقتدرين بنحاول نلم بقدر المستطاع اي حاجه ونساعد ونقف جنب اهلنا. الناس كلها ايد واحده، الناس كلها شعب واحد مع بعضيها، واحتفالات بانسانيه بده كله كلنا واحد، وربنا يفك يا رب القرب اللي احنا فيه باذن الله، نبقى السنه الجايه احلى واحسن من السنه دي بكتير. يعني مرة تانية معكم مشاهدينا ومع ضيفنا دكتور محمد سيد ورداني مدير المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية، وسمعنا مع بعض يا دكتور في التقرير آراء الناس عن فكرة المبادرات سواء إذا كانت المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني، وهم حتى كأفراد حابين إن هم يشاركوا ويبقى في تكاتف، وفكرة التكاتف والتكافل في شهر رمضان بصفة خاصة يمكن بتبقى بارزة جدا خصوصا مع ارتباطها بالزكاة والصدقات وعمل الخير. فتكلمنا عن يعني الناس بتشترك ازاي، بيطلب منهم ايه، اللي عنده عايز يشارك، اللي عنده افكار، اللي عنده عطاء عايز يتواصل معاكم بتعملوا مع ايه؟ والله احنا لو انطلقنا للجانب المبادرات والتواصل مع الناس ودعمهم وتغيير اسلوب حياتهم سواء في جانب التكافل او في الجانب التثقيفي او الجانب التوعوي، خلينا نقول ان احنا يعني اطلقنا محور مهم ومحور تثقيفي. هذا المحور بني عليه مبادره اطلقناها كانت اسمها مبادره ابن عقلك. هذه المبادره كانت بتقوم على دعوه الناس وتشجيعهم على بناء شخصيتهم الذاتيه بالقراءه بشكل قوي جدا، من خلال ان احنا نكون مجموعه عمل. المجموعه دي عباره عن 5 افراد، كل فرد منهم بيحدد كتاب معين في أي تخصص علمي شرعي أو اجتماعي أو أيا كان التخصص أو الثقافي بشكل عام، يقراه ويلخصه بشكل كويس جدا، وبعدين يلتقوا المجموعة 5 أفراد اللي يكون ليهم واحد ليدر بيدير شؤون المجموعة، يلتقوا في مجموعة عمل إلكترونية عبر أي برنامج تواصل، وبالتالي يقوموا كل واحد يلخص الكتاب بتاعه. يعني كأنه صالون ثقافي بالزبط صغير الكتروني بالزبط. فقلنا ان احنا لو انتوا كل واحد كل 5 فيكم كل واحد لخص كتابه وقراه وعرض على مجموعه 5 الباقيين الملخص بتاعه، فالمجموعه كل واحد استفاد ب5 ملخصات كتب. ال5 ملخصات كتب دول في احنا عندنا في شهر رمضان فقط 4 اسابيع، يعني كانه خرج بحصيله 24 كتاب في هذا الشهر الفضيل.
واحنا للاسف يعني احنا مفتقدين جدا لجانب القراءه في حياتنا. صحيح. اللي هو بينبني علينا تنويرنا وتثقيفنا وازاي نتعامل مع الحياه بشكل عام، ازاي نتعامل مع اولادنا، ازاي نتعامل مع ازمات، ده اللي محتاجينه في حياتنا. كان عندنا جانب مهم جدا اللي هو جانب التوعيه والدعوه، وده يمكن حتى لما بيرتبط بالخطاب الدعوي، الخطاب الدعوي ممكن يكون خطاب منفر وممكن يكون خطاب جاذب ومؤثر. صحيح. جدا. صحيح. ولذلك دايما حتى كنا بنقول للوعاظ في الدورات التدريبيه اللي بيتم تدريبهم فيها، خليك دايما انطلق من اهتمامات الناس، شوفي الناس عايزه ايه، مهتمه بايه، يعني حتى يعني شوفي حتى في قضيه المنع، لو عندك طفل وبتقولي له عايز حاجه وتقولي له لا، بيعند اكتر وبيصر عليها. حتى التعامل مع قضيه الذنوب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله شاب وعشان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، فتخيل ان شاب جاي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اذن لي بالزنا. فلو انت كداعيه او انت كاي شخص يعني عادي في الحياه جدا وجالك واحد يقول لي اذن لي ان انا ازني، هتتعامل معاه ازاي؟ قهر وعقبه قهر وعقاب وتطرده كانك كان ده انسان يعني لا خلاص انت كده لابد ان تقتل ولابد وانت تنشر الفاحشه. لكن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كان مختلف تماما، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول له ان ده محرم وان ربنا حرمه وان ده لا ترضاه الشريعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه بخطاب العقل بقى والعاطفه. اترضاه لاختك، ترضاه لامك، ترضاه لزوجتك، ترضاه لابنتك. فالراجل خلاص بدا العقل يشتغل عنده ويفكر بقى. لذلك حتى لما يجي يقول لهم انت لما تيجي توعى حد انطلق من الجوانب الداخليه اللي جواه بالظبط. تيجي تقول له مثلا انت هو معاه مشاكل كتيره جدا في حياته وانت جاي تقول له حرام وحلال، طب ما تيجي تخش له من مدخل ان مثلا السعاده، هو بيحب يكون سعيد في حياته، طب انت محتاج تكون سعيد في حياتك؟ دايما بتواجه مشكلات في بيتك مع زوجتك مع ابنك مع كذا مع كذا، طب انت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتعرض لموقف من المواقف مع زوجته كان بيتعامل معاه ازاي؟ طب انت عارف الصحابي الفلان لما ابنه عمل له كذا عمل معاه ايه؟ كان رد فعله ايه؟ وبالتالي النتيجه كانت ايه؟ ولذلك حتى نزلنا ببعض الفيديوهات لوعاظ الازهر كانت مهمه جدا، تناولنا فيها مثلا النبي في اهله، كان النبي في اهله يقدمها احد الوعاظ في المجمع، تعامل ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع اهله وهو حفيد؟ وازاي كان بيتعامل مع اهله وهو طفل؟ وازاي كان بيتعامل مع اهله وهو شاب؟ وازاي كان بيتعامل مع اهله وهو شيخ كبير في السن؟ يعني كان يؤخذ من سيره الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه بالظبط ونسقطه على الواقع. اللي ممكن ان احنا نطبقه وممكن هو يبقى دروس لينا، وفي نفس الوقت يتم التواصل مع انسانيه الشخص اللي طالب الفتوى او اللي طالب النصيحه ومدى احتياجه من خلال هذه الفتوى. بالضبط. ده مهم جدا. بالضبط. ده مهم جدا. حتى دعناهم دايما للتكافل، يعني خلي في جزء في حياتك في نوع من التكافل مع جارك مع زميلك في العمل اللي انت شايفه محتاج شيء، مع ربك في الشارع. بس احنا عايزين يا دكتور نوصل للناس ان فكره التكافل وفكره مراعاه الاخرين وظروفهم الاجتماعيه وظروفهم الماليه ما تبقاش في اطار شهر رمضان فقط، يعني هم دايما بينتظروا شهر رمضان فقط علشان يقدموا فيه بعض انواع الصدقات او الفريضه كالزكاه في هذا الشهر فقط، يتواصلوا مثلا مع الايتام، يتواصلوا مع المرضى وما الى ذلك في خلال هذا الشهر فقط. فطبعا دي فكره خاطئه. ده صحيح، احنا يمكن بنكثف الجرعات دي في هذا الشهر، لكن احنا على مدار ال 12 شهر في العام احنا شغالين على الجوانب دي بشكل كويس جدا، وبنطلق حملات توعويه اسبوعيه، يعني احنا عندنا كل اسبوع حمله توعويه بيشارك فيها ما يقرب من 4200 واعظ وواعظه من كل محافظات الجمهوريه. حتى لما حاولنا نقرب للناس حاولنا نجمع القوافل الدعويه نجمعها من اكثر من محافظه، ما نطلعش القافله من المحافظه نفسها، لا نجمع وعاظ من كل محافظه ويطلعوا مثلا مجموعه من المحافظات المعينه ينطلقوا مثلا على مدار اسبوع او 7 ايام او 10 ايام، حتى لم نترك مكانا، اماكن شعبيه رحنا، اماكن ساحليه رحنا، اماكن يعني كل الاماكن انطلقنا فيها بشكل قوي جدا عشان نوصل للناس ونحقق لهم الاحتياج المعرفي اللي هم دايما فعلا، لان انت دايما الناس هو يعذر لانه ما يعرفش،
لكن لما خلاص هو بقى مكلف وبقى يدرك وعنده المعلومة حاضرة، يبقى إذن في هذا في هذه الحالة لا يعذر. يمكن ناس كتيرة جدا ما كانش بيوصل لهم الجانب الدعوي المباشر، حتى يمكن لما تكلمنا على السلوم وتكلمنا على أبو رماد ورحنا أماكن كتيرة جدا في كل المحافظات اللي هي المترامية بعيدة عن وصول الناس لها، فوصلنا لهم بشكل قوي جدا، وفي نفس الوقت بنمشي معهم بشكل متوازي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بتاعتنا، وبتعمل ما شاء الله رد فعل كويس جدا، وبيجي لنا يعني الانتراكشن عليها قوي جدا. طب يا دكتور، من خلال هذه الحملات في المناطق النائية، هل بتعملوا بشكل خاص بكم فقط، ولا بيتم التواصل والتنسيق بينكم وبين بعض المؤسسات الأخرى، سواء إذا كانت مؤسسات حكومية زي مثلا المجلس القومي للمرأة أو مجلس الطفولة والأمومة، أو مثلا بعض المؤسسات الخاصة اللي بيبقى عندها برضو بعض العلاقات وبعض الدراية بأماكن لها خصوصيتها جدا، هي تقدر توصل احسن واسرع منكم؟ تمام. بيتم التنسيق ازاي؟ خلينا اقول لحضرتك ان احنا عندنا مجموعه بروتوكولات تعاون مع كل مؤسسات الدوله. تمام. سواء المؤسسات العامه او مؤسسات المجتمع المدني. لما بنطلع قافله، القافلة دي ما بتطلعش، ما بنطلقش القافلة الهدف عشوائي وخلاص، لكن احنا عندنا لجان الفتوى اللي موجودة في كل مراكز ومدن الجمهورية، عندنا حوالي 230 لجنة فتوى، بناء عليها بنعرف المشاكل والأمراض اللي بيعاني منها المجتمع. يعني لجان الفتوى بتحدد كل بالزبط. منطقة احتياجاتها دايما بتسأل على ايه، هي اللي بتشخص لنا إيه؟ تمام. بيقول لي مثلا ان انا في محافظة مثلا وليكن المنيا او اسيوط او سوهاج او القاهرة، بيقول لي انا جاني فتاوى خلال الشهر ده كلها مرتبطه مثلا بمسائل عن الطلاق. تمام. كلها مرتبطه بمسائل مثلا عن العادات والقيم، عن الطار. عن معرفش الحاجات دي كلها. فبناء عليها بحدد المحاور اللي انا هنطلق منها للقافله بتاعتي. بتحتاج ان في بؤره محتاجه لقافله توعويه، وبحدد كمان المكان بشكل دقيق. يعني مثلا ممكن يقول لي لا ده المركز الفلاني فيه افكار متطرفه، مثلا المركز الفلاني لا بيعاني اكتر من مشاكل المجتمعيه بين الناس وبعضها والعائلات وبعضها، فبناء عليها بوجه القافلة بتاعتي. طب هل بطلع على طول؟ لا، أنا بنسق مع وزارة التربية والتعليم، عشان كنت بنزل للطلبة والطالبات في المدارس. تمام. والمعاهد، مع الأزهر، مع قطاع المعادلة الزراعية عشان أنزل للمعاهد، مع وزارة الشباب والرياضة عشان أنزل مركز الشباب اللي هناك ويعمل لي دعوة للناس ويعمل لي أمسية دينية ويجهزها لي. صحيح. عشان أروح ألاقي جمهور وأعرف أتفاعل معاه. مع النوادي نفسها، مع حتى في العائلات البدو، مشيوخ المشايخ البدو، كنا بننسق معهم بشكل مسبق. تمام. عشان نروح لهم يجمعوا لنا الناس. تمام. ده شيء مهم جدا، واحنا في النهايه بنكرر كلمه كتر خيرك اللي بنوجهها يعني لمجمع البحوث الاسلاميه اللي بيقدم من خلال مظله الازهر الشريف العديد من المساعدات الاجتماعيه والانسانيه والدينيه للمجتمع. انا بشكرك جدا دكتور محمد سيد ورداني، مدير المركز الاعلامي لمجمع البحوث الاسلاميه، نورتنا النهارده. وكل سنه وحضرتك طيب وخير، وبالتوفيق في يعني هدفكم هذا العام بشكل الكتروني بقى ان شاء الله يلقى رواج وقبول. وبنشكركم اعزائي المشاهدين، وبنتمنى ان احنا نكون وفقنا في عرض حلقتنا النهارده، على وعد بلقاء جديد وطعم البيوت.